ديال البرلمانيين كيهم البرلمانيين وما دار مشكل حتى ولاو الشباب اللي عندهم 18 عام في البرلمان. وقالوا الناس كيفاش واحد الشاب عنده 18 عام دخل البرلمان من بعد 5 سنين ما تكون عنده 23 عام يبدا ياخذ وزراء ديال 5000 درهم ما تبقى من حياته. صح كيطرح مشكل، ولكن كتعرفوا السياسه ما يمكنش الحكومه تحكم في البرلمان. البرلمان اللهم تيدرسوا هذاك الشيء خصهم حتى يوافقوا، راه ما كاين حتى حاجه غير على مستوى الوزراء. انا تكلمت مع جلاله الملك الموضوع بكل صراحه، لان هذا التقاعد اللي كياخذ دابا راه ماشي يخدم 5 سنين، اسمح لي راه تحمل ديال المسؤوليه كبيره بزاف، واللي كان دارها هو الحسن الثاني الله يرحمه، وماشي 39000 درهم لا، كيعلنوا شحال كيكسبوا كم يكسبون، والدوله كتعطيهم لا ديفيرونس، لا ديفيرونس بعض المرات كتكون 10000 درهم، بعض المرات 20000 درهم، بعض المرات 30000 درهم، دونك كاين لك كاسي 30000 درهم، ولكن هذا التقاعد كله تيكلف الدوله 24 مليون درهم في العام، 2 مليون درهم 3 فوا بيان، ومع ذلك قلتها لسيدنا، قلت لهم اسيدي ما يمكنش واحد خدام وزير الأجرة ديالو 50000 درهم، وواحد كان وزير الأجرة ديالو 39000 درهم، قال لي هذا الحق السيدي، خديت منه الإذن لأن هذا كان ظاهر ما يمكنش نعملو، حيت كاين القانون وكاين الآداب، بلا الإذن ديال جلالة الملك خديت منه الإذن باش غنصلحو هذا التقاعد ديال 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 الوزراء، ورحنا غنصلحو إن شاء الله الرحمن الرحيم. عطيتو السيد الحاك اللي هو الامين العام للحكومه باش يصلحوا، ولكن بغيت نقول لكم واحد القضيه، ما تخيلوش باللي ممكن غادي نمشي نحيد هذا التقاعد، لانه خصكم تعرفوا بانه الانسان اللي تيكون وزير مزيان الحق اللي كيخرج راه مشكل. اولا هذا الشيء هذا كان سيدنا الله يرحمه دارو اللي بدا كيبلغ الكلام بان بعض الوزراء السابقين خرجوا ولاو في وضعيه ديال الاحتياج، ما بغيتش نذكر السميه، ولكن كان شي وزير الجنازه ديالو وقع مشكل ديال الاحتياج، ديال الاول. المساله الثانيه تتخيلوا دابا واحد الانسان وزير، كان وزير ملي كمل الوزاره شنو بغيتي يدير؟ في دابا شكون اللي قال يخدم على انا؟ دابا انت استاذ شو اسمه الله، اذا جا عندك وزير قال لك خدمني تخدمو لا خلي المباراه اتونسيون عندك تخدمو، راه كاين مشكل الحقيقه، ولهذا غنمشيو في اتجاه وسط لا ضرر ولا ضرار، وسط على ذلك المثال. واما القضيه ديال 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 مرسيدس اكسترا، السيد داودي فعلا كان كيقول لهم علاش الوزراء كنمشيو في المرسيدس داسيا بركة، ملي خرج كان عنده واحد الطوموبيل ماشي داسيا ولكن كتبانها، ملي كيكون غادي في البوكيم الرسمي تيوقفوه الجدار ما تيخليهوش يمشي، تيقول له شكون انت؟ الطوموبيل هذه ماشي ديال البوكيم الرسمي. ثم واش كتصوروا معايا اللي وزير غادي يبدا يمشي في داسيا ورجل اعمال عادي يمشي في مرسيدس؟ شوف الاخوان دابا قولوا اللي بغيتيه، قولوا اللي بغيتيه، انا اللي غنقول لكم ماشي المشكل ديال المغرب هو اللي مرسيدس اللي كاين في الوزاره، غير سمحوا مزيان القرارات اللي كيتاخذ، القرارات اللي كتاخذ الحكومه يمكن قرار واحد واحد غنعطيه، جينا لقينا واحد البرنامج ديال الام سي سي مع المغرب فيه 700 مليون دولار، لقينا واحد 140 مليون ديال الدولار منها مشات، انه مع الامريكيين الا ما تنفذش البرنامج في الدليل ديالهم المصالح ديال رئاسه الحكومه مع الاداره المختصه اشتغلوا على ديك 140 مليون دولار ربحناها في اخر يوم في الديلي اخر ساعه في الفرق ديال الساعات بيننا وبين المغرب، هذه 140 مليون دولار هي 140 مليار ديال السنتيم، يمكن ان انها البا مورتير تو سكو ديبونس لو غوفرنمون اي سي مرسيدس اي سي تو سكو، غندير لهم بعدا واحد القضيه
وبين ما تفوتش 45 مليون سنتيم. راه ملي جيت انا درت هاد القرار. لهذا ما تفكروش ونتاكدو دو ميزيرابيليتي. فكروا في الامور الكبيره. اما ديمينيي لي شارج دو ليطا سي تو تافي.